مساك الله بالخير الله بالخير والعافيه العافية. الله يخليك ومنورنا. والله انا مشتاق لك وهاي فرصه اني شفتك. الحمد لله انا سعيد والله اليوم حبيبي. الله انت استاذ كبير ان شاء الله دوم سعيد فنان كبير حبيبي الله يعزك. كرخي مو من الشواكه؟ كرخي شو بيها قصص هاي الشواكه والكرخ؟ انت من تقول الشواكه اني اشم ريحه الدجله يعني السمك الزفه مال السمك. الشواكه قضيت بها طفولتي مع اصدقائي، كنا بالصيف نطلع نسبح 24 ساعة سباح ماهر؟ مو 24 ساعة طبعا. تعبر وترجع ولا؟ طبعا نعبر، كنا نعبر من مستشفى دادة للدامرتشي ومن مقابل. لا 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 اسمع، ايه؟ لما نطلع كنا كان اكو واحد عنده عربانة ايه؟ يبيع عنبة اسمه ايه؟ عيدانة بالعنبة ايه؟ فاحنا هاي متعتنا نسبح وناكل عنبة ونرجع البيت. ايه؟ بس عنبة تاكلين وياها شيء؟ هسه عيدان شو؟ اكو فلافل خلي طماطم وياها ها بس شوية. حتى فلافل ماكو اتذكر هسه. زين على الريحة فتشي؟ ابد هو هذا بس. ذكريات حلوة اساسا هو مشهور. اي والله ايه. البدايات يما ابو العنبة من تقعد تم شوية دندن لهم؟ لا كنت اغني اصدقائي. ها تغنون؟ ايه. فكلش كانوا يحبون صوت يعني يقعد تعرف علم سناي نقعد. اي فكنا نقعد نغني ما اعرف ايش، وعندي ايضا اصدقاء هم اصواتهم حلوه. اي تغنون اغاني يعني تالفوها جديده ولا؟ لا لا اللي حافظيها مثلا. أي. بدت عندي يعني ملكه التلحين عمري 14 سنه. الغناء كموهبه تحس حسيت نفسك انت عندك صوت مثلا بالبيت مع الاهل؟ أي مع نعم. الاصدقاء اقول لك الفنان المخلوق فنان، شوف من يفتح عينه هو يحس نفسه يريد يغني او راح يصير فنان، فيشتغل بحياته على هذا الاساس. يعني هدفه في الحياة أنه يكون فنان. فأنا لما كان عمري مثل 5 سنوات أي. الراديو ما يفارقني نهائياً، 24 ساعة أسمع أم كلثوم وفريد وعبد الحليم وناظم الغزالي. الأهل يعني حابين هذا الشيء؟ طبعاً هم إحنا كنا بغداد بعد الغداء يومية ساعة بالوحدة أم كلثوم. فتخيل أنت أنا يومياً أي. أسمع أغنية لأم كلثوم. الله أكبر. يعني عمري 5 سنوات. حلو. فمن كنت اغني مثلا احفظ شيء واغني لازم اوقف على شيء عالي. اي على متبين نفسك انت. اها على اساس انه اني بالمسرح كبير. فاغني ومن اكمل المقطع اذا ما يصفقون ابكي بكل عقلي. يعني ما ليش يعني ما عجبتكم يعني. انت عند نفسك تحس نفسك فنان كبير وناس لا لا جمهور. احس نفسي انه اني فنان دا اقدم دا تقدم شيء دا اقدم احساس. بس ليش ما صفقوا؟ ليش ما صفقوا لي؟ هسه راح نصفق لك. انت دائما تستحق التصفيق والله. الله يحفظك قلبي. لان كلك ابداع ورومانسيه. حبيبي انت المبدع قلبي اشكرك. انت تعرف يسموك مطرب العاشقين؟ صحيح. يعني عندي شيء يعني كلش انقهر عليه، مو انقهر عليه بصراحه، هو يسعدني يقهرني. المفروض تفرح. اي لان هوايه يعني عشاق باغنياتي كانوا يهدون اغنياتي الحبيبات يبدون حبهم كثير منهم يقولوا لي مثلا راحت من عندي تزوجة غيري من هاي الدقائق. انا مو قصدي يعني بس اللي يسعدني انه همين اكو يعني مجموعه أشياء كبيره تكلل. الزوجه وحياتك سعيده عايشه. ما اعرف الفن هو هاي الرساله. رساله طبعا هاي. رساله. وبدايتك كانت مع الفنان الكبير الاستاذ رائد جورج الموسيقار طبعًا. يعني وجه له التحيه من خلال طبعًا. برنامجنا اكتب ساحات. بالبدايه اشتغلنا انا وياه أغنيتي بنية اللي هي تركية مال برايم تاتلس اللي سويتها عربي، أنا كتبتها وغنيتها. صار التوزيع غير توزيع لا نهائيا يفرق. فضربت الأغنية وراها سوينا والله حبك والله كلماتي وألحاني